من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. حياكم الله اليوم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات مصطفى لايف عن قيادة السيارة. فيديو اليوم مميز ومهم لكل المبتدئين والمبتدئات في قيادة السيارة. معاكم أخوكم مصطفى لايف، مهتم بقيادة السيارة. قبل ما نبدأ، ايش رأيكم تعطونا لايك وتشتركون في الحساب؟ ومتأكد ان في ناس بحاجة لهذا الفيديو لأنه جدا مفيد للمبتدئين في القيادة. أحد المشاكل اللي الكثير من المبتدئين في قيادة السيارة، يمكن خصوصا الأخوات، هو مشكلة عدم ضبط أو عدم اتزان ضغط دواسة البنزين. لكن قبل ما أبدأ في الدرس، أطمنكم بأن هالمشكلة ما تعتبر مشكلة كبيرة ولا راح تدوم معاكم، وأجزم بنسبة 99% بأن غالبكم سوف تضبط معاه بشكل مبرمج ذهني مع الممارسة أصلا بسرعة. لكن في هالفيديو بعطيكم بعض النصائح وبعض الإرشادات وبعض الطرق اللي تساعدكم أنكم تتخطون هالمشكلة بشكل سريع. أولا، لا قيادة بدون حذاء. طيب قبل ما نبدأ، خلوني أعطيكم بعض النصائح وبعض الإرشادات في لبس الحذاء أو عن لبس الحذاء في القيادة. في بعض الناس تفاجأت أنهم ما يعرفون يسوقون إلا وهم حافين القدمين، حافية القدمين مثل ما يقول كاظم الساهر، وهذا خطأ وخطر. ببين لكم ليش خطأ وخطر. متجر زين النسائي لمستلزمات السيارة، وفري مزيدا من الوقت والجهد واحصلي على ما يلزم سيارتك بخيارات دفع متعددة ومزايا إضافية. السيارة ما يحتاج تروحين السوق. للطلب الآن. واحد، القدم جلد. جلد الإنسان بالعادة يكون أنعم بكثير من الربل، لأن دواسة البنزين من ربل وأرضية السيارة ربل، أو ممكن يكون قماش أو بلاستيك. فالخطورة الأولى هو الانزلاق وعدم التحكم في بعض المواقف، هذا منتهى الخطورة. اثنين، اتساخ القدم خصوصا الأخوات النساء، مو بحلو تكون رجج وسخة وشكلها بشع وكريه. ثلاثة، تشقق كعب القدم أو صحة القدم، لأن الربل وأرضية السيارة يعني تجمع أوساخ وما إلى ذلك. وأهم من ذلك كله، بأن كثير من مدارس تعليم القيادة عند اختبار الرخصة إذا ما لبستي الحذاء رسوب. ضبط دعسة دواسة البنزين، كيف نحل هالمشكلة أو كيف نتفادى هالإشكالية؟ أول شيء هو ضبط الكرسي. نضبط الكرسي، وطبعا اللي ذكرناها في دروس سابقة ممكن الرجوع لها، بتلاقون الرابط لهذا الدرس في صندوق الوصف. اثنين، وضع القدم على الأرضية وليس تعليقها على الهواء كما تشوفون، وبحيث تكون القدم بين الدعستين لسهولة التنقل بينهما. ثلاثة، وهذا أهم نقطة في الموضوع كله، أن لا يكون الحذاء أرضيته سميكة، قدر المستطاع أن يكون نحيف، والأفضل أن تكون أرضيته لينة. كل ما كانت لينة كل ما كانت نحيفة، خلانا هالشيء نقدر نشعر أو نستشعر بالدعس على الدواسة. الحذاء إذا صار قاسي أو أرضيته ثخينة أو متينة يقلل الشعور بالدعس، قد يخليك تدعس على الدواسة بشكل أقوى بدون ما تشعر. في مواطن وفي مواقف كثيرة لما نجي ندعس على دواسة البنزين نحتاج ان احنا ندعس بشكل تدريجي، نزيد سرعته بشكل تدريجي، مثل في اليوتير، مثل في الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي، مثل في التجاوز، كذلك احيانا في تغيير المسار. كيف نعرف اثناء الدعس على الدواسة ان احنا قاعدين ندعس بشكل صحيح او خاطئ؟ بالعادة بعض المبتدئين في القيادة، يمكن خصوصا الأخوات النساء بحكم حذائهم، تدعس بقوة. هنا طبعا راح نشعر عندنا ثلاث أشياء هي اللي راح تخلينا ننتبه بشكل سريع أن الدعس هنا غير مضبوطة. واحد، ارتفاع مؤشر البنزين بشكل سريع. اثنين، مؤشر ضغط أو عدد دورات الماكينة يرتفع طبعا مصاحبة إلى حنة، صوت ارتفاع الماكينة في حنتها، هنا عندنا خطأ. كذلك أحد المقترحات انه يكون عندك حذاء في السياره، الاخوات النساء يكون عندك في السياره حذاء خاص للقياده بالمواصفات اللي ذكرناها، تكون لينه، تكون ارضيتها نحيفه،
تخلينهم فقط للقيادة، وإذا بدلتيهم لبستي الحذاء اللي حق السواقة حذائك اللي عليك ما تحطينه جنب الدواسات، تشيلينه إلى الجهة الأخرى أو تحطينه في الشنطة حتى احتياطا. أتمنى أن أنتوا استفدتوا من الدرس، كتبوا لي بعض ملاحظاتكم أو أسئلتكم أو استفساراتكم وإن شاء الله أجيب عليها. أخوكم مصطفى لايف، دمتم بود.